البوتوكس هو واحد المادة سامة اللي كانت تعرفات هذا واحد القرن في بلجيكا. كان واحد المرض سميتو البوتوكس، لاستدير سميتو احنا كنا واقيلا كنسميوه حنا البوتليس بالعربية عندنا. سافي دير كيكونوا شي ناس واحد الجوق كلا داك السوسيس وكان فيه هاد البوتوليوم توكسين، ستادير هذاك واحد الميكروب اللي كيدير لا توكسين بوتوليك، داك الميكروب سميتو البوتوليوم، وكذيك لا توكسين كيديرها. وهاد لا توكسين هي ماده سامه اللي كتحبس لا ترانسميسيون بين لي نير ولي ميسكل، ستادير كتباراليزا. دونك هذا هو اللي سميتو فاش كان هذا المرض كانتشر في اوروبا. من بعد باش الناس تعرف شنو من يجي هذا المرض، دونك لقاو الميكروب ولقاو هاد المواد السامه اللي كيطلقها ومهم وتنتج عليها العلاج ديالو. من بعد تستعمل في الطب ديال العينين، ستادير في الاوفتالمولوجي، فاش كيكون ستادير فاش كيكونوا دي مشكل في العينين كي سكونتراكت بحال لي كونتراكتور ديال بعض العضلات ديال العينين. وبداونا كنديروا لهذاك فاش كيدير هذا، فاش كيكون دوك العضلات كيديروا دي كونتراكسيون مالاديف، ستادير ماشي عاديه، كيدير لهم هذه الماده السامه باش كيترخاو هاد العضلات، باش كيتباراليزاو هاد العضلات. فاش بدينا كنديروا لهاد العضلات في العينين، بداو كيتحيدوا هاد الريد ديال لابادو، هاد الريد اللي كيكونوا عند العينين، هذوك الناس اللي كيدير لهم اللي كيخرج لهم سميتو. من تماك بدا كيتستعمل فهادشي ديال التجميل، هو كيتستعمل بزاف د الحوايج، ماشي غير التجميل، ماشي غير باش يحيد الريد، كان كيتستعمل في ليفيسيو انال، كيتستعمل دابا في لا ميغرين فاش كيلقى واحد كيضرو راسو، كيتستعمل في الدراري الصغار اللي كيتزادوا باراليز افيك دي زي ام سي، سيتادير دي انسيفيزونس سميتو سيروبرو موتريس عند الدراري الصغار اللي كيكونوا كيخلقوا افيك داك التشوهات ما بين المخ ديالهم والعضلات، وكيكون عندهم العضلات اللي كيكونوا زعما مكونتراكتين. دونك كيدير لهم هذا البوتوكس، وكيدار دابا في لي في سي، كيدار في المعده، كيدار في كل شيء. زعما ولات ماده اللي كانت في الاول عرفها الانسان بانه ماده سامه، ولا الانسان الا ابروفوازي، المهم رجع منها واحد الماده اللي كنستعملوها. ستادير المعنى ديالها هو الا بغينا نباراليزي واحد العضله فواحد المده الوقت، كنديروا هذاك البوتوكس كتباراليزا في هذيك المده وكتعاود ترجع، حيت ماشي ديفينيتيف داك الشيء ديالها، ماشي ديال البوتوكس فاش ديرو ما كيكونش ديفينيتيف، كيبدا هو الاكسيون ديالو كتبدا من 3 ايام طلع 10 ايام، ومن بعد بين 3 شهور كتبدا تحيد كتبدا يتحيد شويه بشويه لي في ديالو. اضرار البوتوكس اللي يقدروا يكونوا، حيت دابا كاين دابا الا كان دار طبيب اللي كيعرفوا ما كاينش بزاف الاضرار، والاضرار اللي يقدروا يكونوا هو دابا حنا كنبغيو بحال دابا فاش كنبغيو نصيبوا نحيدوا التجاعيد ديال الجبهه، كنديروا واحد لي دوز فواحد لي بوين على العضلات باش يتباراليزاو، واني بعض المرات تقدر هاد الماده تمشي تسرب لواحد المشكل اللي ما بغيناش حنا يتباراليزا، بحال واحد المشكل كيهز هاد لابوبيير، بعض المرات كيمشي ليه كيتسرب ليه البوتوكس وكيباراليزي هادين، وكتبقى لهاد لابوبيير سوبيريور كتبقى طايحه، كتبقى طايحه واحد المده ديال شهرين 3 شهور، واني عاد كتعاود ترجع. كيما قلت لك الضرر اللي يقدر يكون هو كاين بعض العضلات اللي ما كنبغيوهاش كنبغيوها تخدم، وكيتسرب ليها الماده وكتباراليزا. اللي اساسي هو هاد الباراليزي ما كتكونش مده طويله، دونك كلشي كيعاود يرجع كما كان عليه. يتم حق البوتوكس بزاف د الحوايج على حساب، علاش دابا البوتوكس نقدروا نحقنوه باش نحيدوا التجاعيد، مي نقدروا نحقنوه باش بحال دابا شي واحد اللي عنده مضروب عنده جرحه في جبهته كنقدروا نخيطوا، الا خيطناها هاد العضله ديال الاخر كتبدا تجر وكتحل الفتحه، الا درنا البوتوكس كتسهل باش تسد. دونك راه كاين عندها كاين في التجميل وكاين في التطبيب، كي عنده ستادير عنده دي زانديكاسيون يقدر يدار في التجميل باش نحيدوا ليه ما يسمى بالتجميل بين مزدوجتين، كما نقدروا نديروا في التداوي
التداوي بحال دابا اللي عندهم مشكل في النبوله كيتقدر يدار فيه، اللي عنده مشاكل كما قلت لك على لي كونتراكسيون، اللي عنده لا ميغرين، اللي عنده جروح، المهم عنده بزاف ديال الفوائد. اللي عند اللي كيعرق بزاف، اللي عنده العرق في الابطين ديالو ولا تحت من رجليه ولا في يديه اللي كيعرق، يدي ليه البوتوكس كيتحبس داكشي. كيهضروا على 10 ايام، من 3 ايام حتى ل 10 ايام، كاين حتى 6 شهور ماكسيموم. الفي ديالو كيبقى بين 4 شهور حتى 6 شهور. دابا الا كان شي دري صغير عنده ان يمسي ان سيفيزونس موتريس، راه كنديروا عليه من لاج ديال 4 سنين 5 سنين، حيت دابا على حسب علاش غنديروه. هو ماده كتستعمل في الناحيه التطبيبيه، كاين امراض اللي كتستعمل لهم هذه الماده، وكاينه لا بارتي اللي كتستعمل فيها باش نحيدو نزولو التجاعيد. دونك الا كنا غنزولو التجاعيد غنديروا البوتوكس فاش غيبداو التجاعيد، فاش ما بداو كيبانو. الا كنا غنستعملوه المسائل اللي هي مرضيه بحال اللي يمسي، بحال الواحد اللي كيعرق، وبحال شي حوايج اخرين بحال لا ميغرين، فين ما كيتكون المرض راه بحال الدواء، امتى كنستعملوا الدواء فاش كيكون المرض. هو واحد النوع، كاين الار كاين البي وكاين السي، دونك نفس الميكروب كيستعمل، كاين ميكروبات بحال دابا كيكون دي فاريون، وهاد دي فاريون كيسيكريتي واحد لا توكسين ا، وكاين بي وكاين سي، وكلهم دابا كيتباعوا. كاينين دابا من ناحيه في الصناعه، من ناحيه الصناعيه كاينين شي 6 ولا 7 ديال الانواع ديال هاد لا موليكول، ديال الشركات اللي كيبيعوا هاد لا موليكول، وكل وحده كدير كتسميها سميتها. البوتوكس ما عنده اي سميتو في التجاعيد، حيت دابا سكون ابل لي غير ديكسبريسيون، التجاعيد اللي كدير بحال هكا فاش كنحرك جبهتي ولا فاش كنضحك كيكونوا شي تجاعيد، سي سكون ابل لي غير ديكسبريسيون. البوتوكس ما كيمشيش في التجاعيد، كيمشي هذاك لو موسكل كي باراليزي داك لو موسكل اللي هو كيدير ليكسبريسيون. دونك فاش كي باراليزي الموسكل، دونك ما كيبقاش داك الموفمون، حيت كاع لي موسكل ديال وجهنا فيهم واحد لابارتي لاصقه في العظم وواحد لابارتي لاصقه في الجلد، دونك لي هذيك اللي لاصقه في الجلد هي اللي كتكمش الجلد فاش كنحركوه. فاش كنديروا البوتوكس هذاك العضله ما كتبقاش تحرك، دونك ما كتبقاش تكمش الجلد. هو امن الا كان في اماكن امنه وبايدي امنه. البوتوكس هو ان توكسين بوتيليك اللي كتباراليزي لو موسكل. الفيلر هو واحد الماده، دابا كاين في هاد الفيلر كاين بزاف المواد غنقولو، هي باش كتعمر ولا باش ريدراتي. هو واحد الحاجه، دونك كاينين لي فيلير كي سون بيرمانون كيبقاو فاش كتانجيكتي كيبقاو، وكاين لي فيلير كي سون با بيرمانون اللي كيمشيو مده الفعاليه ديالهم كتكون 6 شهور حتى العام وكتمشي. هادوك لي بيرمانون هادوك خطيرين شويه، ما خص الناس نورمالمون ما خصهمش يديروهم، حيت يقدروا يديروا دي غرانيلوم، يقدروا واحد يديروا عندنا مشاكل بزاف. وثاني الا درت شي حاجه في وجهي انا ولا في وجه شي مريض كي بيرمانون، دابا المشكل فاش غيكبر فاش غيتزاد، ما الحاجه ديال نورمالمون كنديرها كتمشي 6 شهور ولا عام ونقدروا نديروا شي حاجه اخرى. دونك هادو لي بيرمانون كنظن ما كيتستعملوش بزاف في المغرب، فيهم مشاكل كثار، كيتستعملوا شويه كيديروهم الناس المغاربه اللي كيمشيو شويه للدول الشرق الاوسط، دونك وكنوصيهم باش ما يديروهمش حيت عندنا بزاف المشاكل في هذا النوع ديال لي فيلر. وكاين سكون ابل لي فيلر كي سون با بيرمانون واللي في راسهم هذاك الاسيد هيالورونيك، الحامض الهيالورونيك هو اللي كيتستعمل بزاف. دابا هو واحد الماده اللي عندنا في الكور ديالنا اللي كتكون في لي زارتيكولاسيون بحال في الجنوع عندنا في الركابي، بعض المرات الناس اللي عندهم الروماتيزم راه كيتحقنوا بهذا الاسيد هيالورونيك، كاين في العينين ديالنا في الميراكوز، كاين في جميع الانسجه ديالنا. وفاش كينقص من الانسجه كيبداو يبانوا ناشفين وكيكونوا كي بحال الا كيتريتراكتا بحال شي بونجا كتخويها من الماء سميتو. دونك هاد لي فيلر اللي كيداروا دابا هذا هو سميتو ديالهم، على حساب حيت فيهم في الفيلر ميم في لي نون بيرمانون، على حساب لا ريتيكولاسيون ديالهم، الثقل ديال لا موليكول ديال كاين دي موليكول، كاينين ريتيكولاسيون كبيره وكيدير دي فوليوم كيعطي الفوليوم، هو باش كنحقنوا الوجه لي بومات وهذا باش نعطيو واحد الفوليوم باش نعمروا الوجه، سورتو شي ناس اللي كيضعف لهم وجههم وداك الشيء. وكاين اقل كونسونتر اقل ريتيكولاسيون اللي كنديروا في الوسط بحال التجاعيد
موين، وكاين اللي ما عندوش بزاف ديال لي ريتيكولاسيون اللي كيعطينا غير كيجيب بحال الا كيلغي يضغط لابو كيجيب واحد كاين داك نشوف يد الجلد كيداويها. وكاين لي سكين بوستر كيبوستيو لا 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 باش تعاود دير الكولاجين ديالها وداك الشيء. دونك الفرق دي ما كاين فرق شاسع بيناتهم، واحد ماده كتباراليزي المسك واحد الماده كتعمر. دونك ومن ناحيه في جميع النواحي ماشي شي ماشي ما عندهم اي زعما الفرق بيناتهم كثير. هذا كيدار التجاعد كما قلت لي لي غيد ديكسبريسيون، والاخر فاش كيكون التجاعد هرسوا لابو سيتادير كاين خويه ولا كاين التجاعد ما بقاش كتمشي وتجي مع المشكل، دونك خصك تعمرها باش تطلع. البوتوكس ما كيتزالش، يمكن ما غيتزالش حيت كيمشي سميتو الفيلر كيتزال باسكو بحال دابا لاسيد ديالونيك كندير واحد لايغلونيداز واحد لونزيم اللي كتقتلو ديك الساعه كتحيدو ديك الساعه، دونك نقدروا نحيدو في نقدروا نديرو ديك الساعه ونحيدو. لا مؤلمه راه ما يمكنش شي حاجه اللي دير بها الجلد اللي غدير واحد ليغوي حيت الالم حتى هو لي غولاتيف، كاين اللي كيكون شديد الالم كاين اللي كيسميتو، مي كاين دابا لي بوماد ديال الانستيزي اللي كيداروا باش الالم ينقص. لا الفيلر اللي كيتستعمل بالتجميل الانف حيت دابا كاين حيت دابا الانف نقدروا نقادو بالفيلر كيدار ليه الفيلر باش يتقاد. فاش كنديروا لانجيكسيون ديال البوتوكس خص بحال دابا شي واحد اللي كيصلي يبقى يصلي جالس، مي فو با فيغ دو ماساج، ما خصوش يمشي للشمس، ما خصوش يمشي للحمام، ما خصوش يطرد الاشعة الشمس وما يمشيش للحمام، ودونك الا كان كيصلي يصلي جالس وما يديرش الماساج بوندون واحد 3 ايام.